انا هنايا متواجده لان عندي تكريم انا يعني المشاركين في سلسله الكوبيراتيف السيناريست والمخرجه سيناريست بوشا ملك والمخرجه صفاء بركه وكذلك الممثله جميله الهوني. فكانت واحد الالتفاته من وزاره الصناعه والسياحه والصناعه التقليديه انهم يكرمونا في هذا اليوم اللي هو يوم المراه العالمي، فكنشكرهم. ويعني الالتفاته جات من اننا عالجنا واحد الموضوع اللي هو الكوبيراتيف اللي كيخص التعاونيه وكان واحد الاجتهاد فيه، فكنشكرهم على هذه الالتفاته ديالهم. وكنقول بهذه المناسبه عيد سعيد لجميع نساء العالم ونساء المغرب، يعني كل عام وانتم جميلات قويات متابرات. يعني كما كنعرفوا ان المراه هي نصف المجتمع او لا عمود المجتمع، فهي اللي كتنتج اجيال وهي اللي كت يعني اللي دخلت في مجالات وبرهنات على يعني على القدرات ديالها. فكنحمد الله انني امراه. شنو الجديد ديال الفنانه ابتسام العروسي؟ الجديد ديالي هو سيت كوم كلنا مغاربه لصالح القناة الثانية ومن إنتاج ديسكونكتد وسميتو السيد خالد نقري اللي كنشكرو اللي اتصل بيا واللي يعني اقترح عليا هذا الدور الجميل اللي إن شاء الله غادي احنا في صدد التصوير ديالو. وكاين عمل نصف قمر من اخراج جهه البحار وكذلك اخر الكلام لعهد بن سوده. شكرا للجمهور اللي كتابني، شكرا على المسانده ديالهم، شكرا للحب دائما ديالهم وعلى كل كلمه زوينه كتوصل بها فهي كتقويني وكتخليني ندير بحسابهم. ميرسي ليكم.